الفقرات الاخرى بالفساد الرقابه الماليه. اي الفقرات يقول لا زالت وزاره الماليه لم تتخذ اجراءات بصدد معالجه القروض الخارجيه الممنوحه من قبل الحكومه العراقيه للدول العربيه والاجنبيه والقروض الداخليه، وان هذه القروض ما زالت مدوره وموقوفه وبعضها مخالف لطبيعته المحاسبيه ولم يتم معالجتها من قبل وزاره الماليه. زين. عندنا قروض بالتريليونات، قروض منحها العراق لدول اخرى. بالله اقرا لي الارقام استاذ، هذه اقرا لي الارقام. اخذها العراق. اقرا لي الارقام. الارقام يعني متوزعه في قوانين الموازنه ان شاء الله في الحلقه القادمه، لانه لديك كم هائل من الوثائق يحتاج حلقه خاصه على القروض، لانه الان احنا عندنا قروض اجنبيه اخذها العراق، قسم وزاره الماليه ما تعرفها وين راحت، قسم اخذتها الوزارات وما ما يعرف اصلها وين، قسم اخذوا القروض وما تم تنفيذها، قسم مشاريع متلكئه وزارات تقوم بالتنسيق مع دول واخذ سلف مقابل فوائد معينه. فكردستان لديه قروض خارجيه. هذا الموضوع يحتاج حلقه كامله لتوضيح اكثر لموضوع القروض. موضوع القروض موضوع فيه فساد كبير جدا، وتقوم الوزارات بالتنسيق مع مصارف عالميه مقابل فوائد، وتقوم باقتراض مبالغ واستلام هذه القروض بصوره غير صحيحه ومخالفه للقانون، ولم يتم معالجتها من قبل وزاره الماليه. هذا طبعا اهم فقرات اللي وردت في موضوع الحسابات الختاميه وديوان الرقابه الماليه، يؤشر مخالفات كبيره جدا وعدم التزام ومخالفات للضوابط من قبل وزاره الماليه. زين، هسه وزاره الماليه تقرير الحسابات الختاميه، الان انت تتحدث عن قروض منحتها الحكومه العراقيه الى دول خارجيه، هذه بيها بيانات، بيها تبويب الماليه، تعرف ايش قد نطلب، ايش قد الطينه، هذا جانب. الجانب الثاني انت تتهم الوزارات بالمضاربه بهذه القروض في بنوك عالميه او دول خارجيه مقابل فوائد تحصل عليها. هذا الكلام دقيق استاذ هادي على لسان ديوان الرقابه الماليه؟ نعم 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 نعم. هذه الحسابات الختاميه ملف كبير جدا، احنا في طور التحليل، وفي الحلقات القادمه ان شاء الله سيكون هناك يعني اجابه واضحه جدا. انا حقيقه لدي ملخص، ولكن الوقت يعني ما يسعفنا. استاذ هادي نتفق من الان، اكو تحليل، نتفق من الان من يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله نقرا تقرير ديوان الرقابه الماليه ونسوي له ملخص بكل الفروقات. نعم. التي جاءت. جيد. هسه احنا مرات نسولف ما يصدقونا، راح ناخذه من ديوان الرقابه الماليه. أي. ونقول لكم يا حكومه الجديده الان شوفوا، هسه السيد السوداني الرجل ما مسؤول عن هاي، لكنه الان مسؤول بالمحاسبه، لان اكو سلف ومنافع ب 104 تريليون اكلوها الولد، وان شاء الله سم ببطونهم، والسوداني المفروض يجيبهم من كبيرهم الى صغيرهم ويحطهم بالقانون محاكمه عادله. لا يقول لي هذا بالاطار وذاك بعزيم وذاك بتقدم وذاك رئيس وهذا زعيم، هذا الكلام ما يقبل. اللي باقي فلوس العراقيين حرامي مو استاذ هادي، ويخضع للقضاء. نعم نعم. وهذا تاريخك يا دولة الرئيس، يكتب من هنا، من هنا يكتب. كاتلنا الجوع او حفاي ونايمين بالعشوائيات، 104 تريليون او 20 مليار ببطون هاي الفاسدين. نعم.